لذلك انا بدي اريحك يا ابراهيم وريح الناس كلها. مساله التفضيل بين الصحابه وذكرتها امس وذكرته في الجمعه السابقه، مساله ظنيه انا هي بدي انتهي اليها. مالكاش تسالني انت ايش رايك يا عدنان، مالكاش في رايي، انا ماليش راي ولا انا حسالك ايش رايك. اه بينك وبين الله، وانا على فكره لو كان بيني وبين الله ان عليا افضل وبحبه اكثر، لا عتب علي ان شاء الله تعالى، لان المساله ظنيه يا اخي وحبيبي، مساله ظنيه. اللي علمونا اياه وبئس ما علموا انه هذه المساله كانها من قطعيات ايش فروع الاعتقاد، طبعا مش مساله عقديه. نحن السنه احنا علمونا. هل هذا ليس موجودا؟ ليس موجودا؟ عفوا. هل قرات الطحاويه؟ قراته. هل قرات كتب الغزالي في العقيده ابي حامد؟ هل قرات السنوسيه وشروح السنوسيه؟ ايش بدي اقول؟ هل قرات بدء الاعمال وشروحها؟ يا ابراهيم الله يخليك، انت بتتكلم مع واحد مش بتكلم من شارعنا. لما تقرا كتب العقائد ومتون العقائد المدرسه في العالم الاسلامي السني كلها تقول اي شيخ عثمان ما فيش تقول لي وفضلهم كترتيبهم في الخلافه ومن خالف ذلك، بعضهم يقول لك فهو مبتدع ضال، في بعض الكتب مبتدع. بدك هيك تعترف ان هم فضلهم ابو بكر عمر عثمان علي. ولما تقرا انت عاد ايش لحالك وتتوسع وتقرا الغزالي عاد الكتب الثانيه مش المتون الصغيره هذه، ولابي بكر الباقلاني ولابي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه ولفلان وعلان وعشرات مما قرانا لهم، تقطع الشريف الجرجاني بشرح على المواقف العضد الايجي، كل الكتب الموسعه هذه تقطع بان المساله ظنيه وانه لا قطع فيها، ومن قطع فيها فهو كاذب يعوزه الدليل. ما فيش قطع، مسائل ظنية. وخذ لك هذه الواقعة، خذ لك عفوا لا يقطعون، خليهم يقطعوا. عارف انت عارف مين قطعوا؟ 30 صحابيا امبارح عشرت اليوم. مالك يا ابراهيم انت لو قطعت هل عندك شيء؟ ما عندك اي شيء. ما الذي ما الذي نستنكره؟ ما فيش مشكله عندي، ما فيش مشكلة. هو يعتقد بينه وبين ربه أن عليا أفضل، والله لا تثريب عليه. وين التثريب؟ إذا انتقص الآخرين. خليك معايا، خليك منصف وتعلم إيه؟ وأنا بعرفك إنسان إيه واعي يا إبراهيم، متفتح. خليك بس أنت تحب تعلم، ما في مشكلة. وين العيب على إخواننا الشيعة وأمثالهم؟ بالتنقص. أنا هقولها بشغلة، بغادرة المعتزلة، يعني معتزلة بغداد كلهم يفضلون عليا على سائر الصحابة. وإيش هم هذولا؟ سنة، شوافع وأحناف، كل بغاية معتزلة بغداد شوافع وأحناف يفضلون عليا، وعندهم مجلدات في التفضيل ونفس قوي وغريب جدا جدا في الحجاج، موضوع طويل تدخل فيه هتتصدع ما لناش. كل أهل البيت، وناهيك بهم عاد أهل البيت، كل أهل البيت من الصحابة فمن بعدهم يفضلون عليا على سائر الصحابه، لا يستثنى احد، لا العباس ولا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مثلا، عبد الله بن عباس يفضل عليا على سائر الصحابه، العباس عم النبي يفضل عليا على سائر الصحابه، وكل اهل البيت، جعفر الصادق والبقر والامام زيد، لذلك ماذا باخواننا الزيديه في اليمن؟ ماذا زيد هذا؟ ومحفوظ ومحرر كامل، لانه الف كتب هو نفسه رحمه الله عليه، تفضيل علي بلا مثنويه، وبعتبره هو الافضل، وابو بكر وعمر المفضول. وهذا مين يا اخي هذا؟ ما تقولش الشيعة، هذا الامام زيد يا اخي، الله يخليك، مش الشافعي ابو حنيفه، زيد امام يعني ابن رسول الله يا اخي. اياك تظن في الظنون وتحاول اياك امام، لا بس عشانك لا فيش نقل كتبه، هذه كتب مؤلف الله يخليك. يعني الحين تصدق تقطع بكتب الشافعي ابو حنيفه ولا تقطع بكتب زيد؟ على فكره كتب زيد ترى في شغله ما العلم، كل ما تستبحر انت حتشوف شغلات ثانيه، وكلما اختبرت احتبرت ان شاء الله. كتب الزيدية بالذات عاد المذهبية من أصح كتب المذاهب نقلا بالأسانيد يا زيدي عاد، إيش رأيك؟ يعني كتب الشافعية والأحناف مش منقولة بالأسانيد، إيش رأيك؟ لذلك أبو حنيفة، هي أخونا أبو محمد الدعري المتخصص في الحنفية، عنده أكثر من كتاب يشك في نسبته لأبي حنيفة، صح؟ وصيته إلى عثمان البتي، واحد، اثنين، الفقه الأكبر، صح؟ العالم والمتعلم، كتاب فهم الكلام صغير، يشك لحد الان ما فيش، لان فيش اسانيد. كتب الزيديه عشان ما تشككش في الامام زيد والزيديه او تقول في من نقل بالاسانيد. ولذلك جزى الله الازهر وعلماء الازهر وفي راسهم الشيخ العلامه يوسف الدجوي وفي راسهم الشيخ العلامه مصطفى الحمامي رحمه الله عليه الشاعر الكبير والشيخ الازهري المحقق، ومنهم رشيد رضا كمان صاحب مرار تفسير والمجله،
طبعوا كتب الزيدية وذكروا في المقدمة أنهم يعني ما كانوش يعرفوا، والآن وضح لهم أنها من أصح كتب المذاهب نقلا بالأسانيد المعتبرات، أسانيد كلها كله إمام عن إمام يا أخي. فهذا عقيدة زيد، فما تحاولش تقطع أنه هذا مذهب الشيخ أبو حنيفة وتشكك في مذهب زيد لا، أشياء منقولة. طيب، فمذهب أئمة أهل البيت على فكرة هذه القضية ما فيش فيها من خالف، معروف أجمع أهل البيت على أن عليا أفضل من كل الصحابة. هذه ما فيها مشكلة، ما عنديش مشكلة أنا في من يعتقد ذلك. المشكلة عندي بقولها قدام إخواني الشيعة الإمامية بشكل واضح، وقلت ودائما أنا عندي فيها نفس يعني في من يتنقص الآخرين. لما تتكلمي في المعامل ما عنديش مشكلة، أنا معاك حتى فيه بصراحة، أنا مع الحق. بس ما تكلميش في أبو بكر وعمر وفي أشياء وأشياء كثير جدا جدا افتراءات وعليها ردود، والأشياء مش افتراءات الرد عليها حاضر بحمد الله تبارك وتعالى. وهب أن أبو بكر وعمر وعثمان أخطأوا في أشياء، وعثمان أخطأ كثير طبعا في الخلافة في التصرف السياسي أخطأ، موضوع ثاني هذا. هب أنهم أو أنهما أخطأ في أشياء، هذا لا يبيحك عرضهما، تتكلم فيهم وتزندقهم وتكفرهم والطاغوت والصنم قريش هذا كله قلة أدب وبذاء وحقارة علمية على فكرة. لكن أنا كيف أنا ممكن أصل مع أخ الشيعي هذا أنه يخفف من غلوائه؟ أيوة، خطوة مني كما قلت في الدرس السابق، وخطوة منه أوريه الإنصاف من نفسي وأطلب إليه إيش أن ينصفني أيضا، وهذا سبيل التقريب. سوى أرجع عشان برضه أحط الخط على الحروف. فمثلا التفضيل بين الصحابة، وهذا لابد أن تكون تعلمت هذا شيء جديد المهم هذا لك أيها المسلم، أنه إيه؟ أنه مسألة ظنية وألفت فيها مصنفات، مصنفات الحمد لله في إثبات إيش ظنية هذه المسألة. يعني ما معنى ظنيتها؟ مش مسألة قطعية، فمن قطع فيها بأحد الوجهين فلأنها اجتهادية لا يلام. وخذ إليك هذه القصة المروية بالأسانيد الصحيحة طبعا، مش أي قصة، قصة غريبة. إيش هي؟ يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد أنه معمر، وهو معمر ابن راشد الأستاذ عبد الرزاق الصنعاني، حدثه قال له أنا زار الكوفة معمر، هذا قال له كأن هذه الكوفة بنيت على حب علي، لا تجد أحدا إلا يفضل عليا، قال أكثرهم اقتصادا، هذا مقتصد فيهم المتواضع مقتصد يعني، يفضل عليا إيش على الشيخين، ما في كله مين مش الشيعة والسنة ومنهم سفيان الثوري وهو المفضلين، سفيان الثوري الإمام الخامس فضل على الشيخين على الشيخين. بس خليني أكمل القصة هذه، استفيد من القصة هذه مهمة، إلا يفضل إيه عليا إيه المقتصد هذا على الشيخين. قال فتعجبت، عبد الرزاق تعجب إيه فعلا في يعني هيك كناس وبنتسبوا للسنة وكذا، فضحك لي وقال ما الذي أنكرت من ذلك؟ مش انت اللي يعني ايه تعجبت من ايه؟ ايش المساله فيها؟ ما الذي انكرت من ذلك؟ لو ان احدا فضله عليهما ما عنفته، ولو ان احدا فضل ابا بكر ما عنفته، ولو ان احدا فضل عمر عليهما ما عنفته، اذ ذكر فضلهما. يعني عند المقياس ما يسبهمش، يقول هم عندهم فضل عندهم مكان بس هذا افضل، يقول عمر افضل من اثنين ما عنديش مشكله، بس ما يسبش علي وما ينتقصش علي إيه وابو بكر، والعكس طبعا مع ابو بكر ومع علي وكذا كذا كلام. وهذا روح الدين، هذا روح الانصاف يا اخي، بس انا مش من اصول الدين هذه، مساله ظنيه وفي فضائل هنا وهنا. طيب قال ثم ايه؟ يقول عبد الرزاق فذكرت ذلك لوكيع. وبعدين قال له نسينا كمان، قال له وسفيان الثوري ايش قال له على هذا المذهب؟ قال له كمان هو بفضل على ايه؟ على ابو بكر وعمر. استغرب على عبد الرزاق، سفيان الثوري طبعا. قال فذكرت ذلك لوكيع فهش لها وضحك وقال ما كان يبلغ سفيان عندنا هذا، ولكن امن الى معمر ما لم يامن لنا. سفيان ما كانش يسترجع كلنا هيك، طبعا معمر ثقه وسفيان ثقه وهم ثقات هذول وكيعة وعبد الرزاق، لكن هو فيها قطع روس هذا كان. شوفت خلوها سياسي يا اخي، بس علمية ايش المشكلة؟ فضل ايش المشكلة يعني؟ لا بقطع راسك لانه ممنوع تفضل علي بالذات، فضل ابو بكر طب تعالوا نشوف احنا نحط نعمل موازنات مثلا بين فضائل ابو بكر وعلي، حتشوف كيف عاد. وين يا حبيبي؟ وين الاحاديث حتسحبك عاد؟
هتلاقي انت ايه عشرات مقابل مئات، احال مقابل عشرات، كله صحيح. هتروح ولذلك زي ما قلنا امبارح الامام احمد، مش انا انت احمد، مليون حديث كان يحفظ، مليون حديث. احمد ابو علي النيسابوري، اسماعيل بن اسحاق الجهضمي رحمه الله تعالى عليه، والامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي قدس الله اثر الجميع، قال لك لم يروى، بعيدها، لم يروى لاحد من اصحاب رسول الله من الفضائل بالاسانيد الحسان ما روي لعلي بن ابي طالب. مش كلام عدنان، هذا كلام شيعة، كلام سنة، هذا كلام العمة الكبار هؤلاء الى الله. فاللي بدي اقوله اذا عشان ننفصل على حق ونفصل على شيء واضح، التفضيل مسألة مش خطيرة، وبالعكس انا ليش ذكرته ومتحمل اذكره، بعد ما اخذت تعمل ايش اشكال عند بعض الناس، بعض الجامدين، عشان نعودهم انه المسألة هذه مش قطعية، وما تستنكرش كثير على واحد ايه لو فضل ايش احد هؤلاء على اخواني، مش مسألة خطيرة. ويوجد عندك ايه كما قلت لك، تقول لي مين ها؟ 30 صحابيا على الاقل، هذه احصيتهم انا لعبد الطائف ابن حزم روى، نعم مش حارب متى ابن حزم، هو يقول انا رويت، انا مش رويت، ما عنديش اسناد حتى، وين انا منه عشان اعرف منزلتي، انا احصيت بقدر كتب العلم واحقق. هو يروي بالاسانيد، روى عن 20، قال عن زهاء 20 من الصحابه تفضيل عليه على ايش؟ على الشيخين ابن حزم، وهو فيه نصب ابن حزم رحمه الله عليه، بس هذه الحقيقه ايش زعما العاد، هم كانوا يفضلوه ويصرحون بتفضيله، ومن جله الصحابه مش ناس عاديين. يعني عندك ابو ذر، سلمان، عمار، المقداد، سواء العباس، عبد الله بن عباس، ابو سعيد الخدري، زيد بن ارقم، شيء عجيب ناس كبار جدا، حذيفه بن اليمان، خزيمه بن ثابت صاحب الشهادتين، ناس لهم اعتبار كبير ابي بن كعب، ابي بن كعب. انا هل ذكرت لكم امس؟ ما ذكرتش في الخطبه هذا، ولا يمكن ذكرت الحجاج الفاسق الملعون هذا. هذا هل تعرفون انه منع الناس من قراءه عبد الله بن مسعود؟ ذكرت هذا في الخطبه؟ بدي اذكرك اياها عشان تشوف وين الظلم والتعامي والتساكت والتواصي بدفن واخمال ذكر اهل البيت يا اخي، وطمس فضائلهم. هذا في حديث خالد الضب اللي ذكرته امس، خالد الضب بعد ما ايه ما حكى انه كيف هذا بفضل الخلفاء على الانبياء والرسل، قال فقلت والله لله علي الا اصلي خلفه ابدا، قلت يس طبعا، ولئن وجدت من يجاهدونك لاجاهدنك معه. وفعلا قتل في الجماجم، يقول ايه الراوي عن ابي داود، يقول فقتل في الجماجم، قصده في ايش؟ في دير الجماجم اللي هي ثوره ابن الاشعث عبد الرحمن، معروفه ثوره دير الجماجم، فقتل في الجماجم. يا جماعه يا جماعه، صح على الرسول لانه قال خذ القران ايه من ابن ام عبد، يا اخي النبي قال اقرا القران عن مسعود، هذا النبي قال، والنبي قال لابي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، قال يا رسول الله وسماني الحديث صح. فعندك هذا ايه الحجاج عم الفسقه والظلمه وخالهم، منع الناس من قراءه ابن مسعود ومن قراءة أبي بن كعب، وأنا ما شفتش الشراح ذكروا ليش، وقريت قريت قريت ما فيش، أنا أشرح لك إياها ليش، طبعا تخالف تعرف ليش، وأنا سكتوا، مش عارف ليش سكتوا، غريب يعني، أنا مش متعاطفين مع الحجاج، يعني رحمة الله على العلامة العظيم أبادي هذا، لما قال إيش؟ قال وما هذه الآثار بآثار تذكر في هذا الكتاب، هذا إيش فعلا؟ هذا كلام عن الحجاج كذا، هذا مش اثار عن النبي، ليش تذكرها ابو داود في كتاب السنه؟ قال ولكن ذكرها المصنف رحمه ابو داود رحمه الله عليه لكي يدل الناس على ان هؤلاء ما كانوا حكاما عادلين، بل كانوا حكاما ظالمين خارجين، عشان هيك انه تنبهوا لهم لبني اميه وعملاء بني اميه. هذا مين؟ شارح ابو داود. فحتقول لي ليش طيب؟ ليش يمنع ابن مسعود؟ حاعطيك حقائق ثانيه لسه عشان تحقق المساله تحقيقا علميا. متى توفي ابن مسعود؟ 32 للهجرة، أكثر ما قيل، يعني معناها إيش؟ لكان في صفين لكان في الجبل صح؟ معناها ما قاتلش مع علي ورفع شهادة علي وكذا، يعني في خلافة من؟ متى مات سيدنا مسعود؟ في خلافة سيدنا عثمان رضوان الله عليهما. متى توفي أبي بن كعب؟ 20 21 27 29 30، أقوال كلها أكثرهم قول 30، برضو في خلافة مين؟ على كل الأقوال هذه في خلافة عثمان صح؟ معناها لك لا في الجمل ولا في صفين. ليه يا حجاج يا فاسق تمنع الناس قراءة القرآن
من أحسن مقرئين كان موجودين، ابن أم عبد ابن سعود أخي وأبي بن كعب. تعرفون إيش الذنب؟ لأنهما كانا يفضلان عليا ويقدمانه، وكان من شيعته. وكلمة شيعة على فكرة الناس بيشعر أبدانهم منها، يعني الكلمة الحالة هذا، الكلمة هذه الصحابة الذين كانوا إيه قبل حتى الفتنة، يعني كانوا يقدمون عليا ويحبونه ويعرفون مزيته، كانوا يسمون الشيعة. اسم شيعة علي من زمان، قبل القصة كلها، قبل الخلافات مع معاوية، هذو شيعة علي. فابن مسعود كان من شيعة علي، وأبي بن كعب كان من شيعة إيه علي. وأبي كما قلت لكم كان من المقدمين له، يقدمه على أبي بكر وعمر ويصرح بذلك. فعندك 30 صحابيا يقدمونه، وعندك كل أهل البيت قاطبة، كل بني المطلب وكل بني هاشم يقدمون عليا علي على من سوى من الصحابة. إذن فالمسألة فيها سعة الحمد لله تعالى، مش مسألة خطيرة، مش مسألة إيه بتخوف. من فضل فليفضل، لكن نقول كما قال إيش، كما قال معمر إذ ذكر فضلهم أو فضلهما إذا قدم على الشيخين. أهم شيء عندي أنا لا ينتقص إيش كبار الصحابة.